نرمين، اليوم رح نحكي ضمن مساحتنا عن مفهوم التسويق، قد ايه هو هلا نحن بحاجه له، قد ايه عم نشوف ازدحام ان كان بالسلع وبالمنتجات، بتشابه المنتجات، بتشابه البدائل، فعم نشوف اليوم التسويق اخذ دور كثير كبير من حياتنا، ان كان بحياتنا الاجتماعيه، ان كان بحياه النت، التسويق الالكتروني قد ايه اخذ حيز من حياتنا كمان. صحيح، ومن اهم الوظائف هلا حاليا عم تكون رشا هو موضوع التسويق اللي ذكرتيه الالكتروني، وقديش احنا عم نستضيف اشخاص عندهم مشاريع صغيره وعم بيبداوا مشروعهم الخاص بس ما عم يقدروا يوصلوا بضاعتهم او حتى المنتجات اللي عم يقدموها. اكيد نرمين، دائما الشركات الكبرى واللي نحن بنعرف انه لها اسم كثير كبير بنقول انه نحن هيك بالعمي انه اليوم هي الشركه ما لها بحاجه لا للاعلان ولا للتسويق، ولكن عم نشوفهم دائما بيروحوا بخطه للتسويق والاعلان لانه هم بيعرفوا انه اليوم التسويق هو ركيزه كثير مهمه بالنجاح وبزياده الارباح. لنحكي اكثر عن مفهوم التسويق، كيف اليوم نحن قادرين نمتلك ادوات التسويق بشكل جيد. ضيفتنا لليوم هي هند عوده وهي خبيره تسويق وعلاقات عامه. صباح الخير، سعد صباحك. سعد صباحكم. أهلا صباحك وأهلا وسهلا فيكي. دائما طلاب إدارة الأعمال أو حتى اللي بدهم يبلشوا بعالم البزنس بيخربطوا يمكن بين مفهوم المبيعات والتسويق، فخلينا نعرف شو هو التسويق. اليوم التسويق هو مثل مفهوم وعملية لجذب انتباه لكل من الزبائن والعملاء يعني لنقدر نقنعهم ليشتروا هذا المنتج. بينما المبيعات هو لنشرح عن خصائصه للمنتج، نعطيهم قديش فيه مثلا ايجابيات، نقنع العملاء فيهم. يوم التسويق هو انشاء محتوى لنقدر نحن نطرحه بالسوق ونقدم من خلاله الخطط التسويقيه لهذا الشيء. طيب خلينا نحكي اليوم بهذا الواقع اللي عم نعيشه، قد ايه اليوم صار مهم التسويق، ومثل ما حكينا صرنا نشوف التكنولوجيا لعبت دور كثير مهم باداره التسويق، ولكن في نقطه في عدم ثقه بين الزبون خلينا نقول وبين صاحب الشركه او صاحب المنتج. خلينا نحكي بدايه عن مفهوم التسويق الالكتروني واهميته ضمن الواقع اللي عم نعيشه. اليوم التسويق الالكتروني بهذا الوقت التطور كثير مهم عنا يعني، بس اليوم انا عم شوف انه نحن عم ننشئ محتوى ونحطه، لا نحن لازم نحطه بالمكان المناسب للشريحه المناسبه، مو نحن حطيناه وما درسنا اي منافسين ولا اي شريحه نحن اللي بدنا نستهدفها. اعطينا مثال اليوم انت يعني اليوم مثلا حطينا مثلا منتج للملابس. تمام، نحن اليوم نحن لازم ندرس الشريحه اللي نحن لازم نستهدفها. اليوم شفنا نحن على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم صارت كثير كبيره الصفحات اللي عم تسوي منتجات، سواء مثلا الملابس او صفحات المكياج، صفحات كل يعني كلها صارت اليوم مبيعها الاونلاين اكبر بكثير من انه نحن المبيع بالوقت الحالي، ونحن عم يوصوا اونلاين اكبر بكثير اللي هلا عم ينزل ويشتري بايده. فنحن اليوم لازم ندرس هي يعني هي الشغلات اللي عم تصير حاليا بمواكبه التطور اللي عم تصير وما نستهين فيها يعني ابدا. فاليوم برايي لازم نستهدف يعني لك في شريحه اعمار، شريحه اشخاص، شريحه اناث، ذكور، اطفال، اعمار، كبار بالعمر، كل هي الشرائح نحن لازم يكون عندنا فكره عنها وندرسها بشكل يعني مفصل عنها وما نستهين فيها. طيب السؤال الابرز اللي راح يكون عند كل المشاهدين، انا كيف فيني اسوق صح؟ سواء انا بدي مثلا اسوق لحالي او حدا بده يسوق منتج خاص، نحن بنعرف في شيء اسمه تسويق مهارات اذا بدنا نقول، او يعني لما الواحد يقدر في ادوات اليوم. صحيح، فخلينا نحكي عن هي الادوات. اليوم الادوات هي في عندنا خطه نشر، سواء اذا كان بالتسويق الالكتروني، في عندنا نحن خطه نشر، لازم ندرس خطه تسويقيه، المنافسين بالسوق، كل هدول. بس انا اليوم عم شوف شغله كثير كبيره بالشركات الكبيره والقديمه حاليا عنا، انه هن عم يستهينوا كثير بموضوع انه انا قديم وانا سمعتي موجوده فانا مالي بحاجه التسويق. اليوم ما يعني اليوم التطور عم كل مالنا نحن عم نتغير، عم ينطرح شركات جديده، شركات كبيره ثانيه، مو غلط نحن نفوت يكون عندنا فريق لدراسه المنافسين تبعنا، نحن انا ما عم بقول نصب كل تركيزنا عليهم، بس نحن لازم نشوف المنافسين كيف هن عم يحطوا خططهم، كيف نحن عم يغيروا بهذا الشيء. يعني اليوم نحن لازم يعني
مثل بدي اقول لك انه نحن ناخذ نتعلم من اخطاء الشركات الثانيه او من الشغلات الجديده اللي عم الاساليب المتطوره اللي هن عم يستخدموها. يعني ما نستهين انه نحن قديمين معناتها نحن ما بحاجه ما بدنا تسويق خلص واصل، لا نحن بحاجه تسويق دائما. حتى نحن لازم نكون قريبين اكثر للفريق تبعنا، يعني فريق المبيعات مع فريق التسويق اليوم كثير مهم يكونوا يعني في بيناتهم ترابط. عم تذكري نقطة عن الشركات القديمة انه هي بمعتقدة انه هي اليوم مانا بحاجة للتسويق، ولكن عم نشوف كمان اليوم اعلانات ان كان طرقية ان كان على مواقع التواصل الاجتماعي لشركات كتير معروفة وما بنرجع يعني بلا شعور ننجذب للمنتجات اللي عم تنزلها. فاكيد اليوم التسويق جدا مهم، ولكن اليوم ليكون التسويق ناجح مثل ما قلنا في ادوات شروط للخطه التسويقيه، في ادوات لازم يمتلكها الشخص يلي عم بيسوق، وذكرنا خاصه بضمن التسويق الالكتروني. تمام. يعني للاسف شفنا حالات كثيره وقعت ناس ضحيه بهذا التسويق، نحن منهم يعني من صحيح كلياتنا عاكين هذا المقلب، نطلب قطعة معينة ناخذها بتطلع شيء ثاني تماما، وهن ما هن المسؤولين بعد ما ترجع. هون الثقة انفقدت بالتسويق الالكتروني، حتى لو كان في اشخاص عن جد عم يشتغلوا من قلبهم عم يشتغلوا على المنتج الصح، ولكن ما ضل في ثقة. اليوم شو هي اهم الادوات المفروض يمتلكها الشخص اليوم المسوق؟ اليوم افضل طريقة تسويقية هي عن طريق مو عن طريق البائع، عن طريق المشتري. دائما الزبون هو افضل شخص بيعمل اعلان للقطعة او للمنتج او للخدمة. اليوم انا لما بكون راضية عن المنتج اللي انا باخده او اللي انا الخدمة اللي بتلقاها، فصدقا انا رح احكي فيها لمحيطي المقربين، رح اسوق تماما للمسوق يعني. فهي اللي عم يصير دائما الفجوة اللي عم تصير بين البائع والعميل، هي كثير انا كمان عم لاحظها على يعني من خلال الاعلانات الكاذبة اللي عم تصير حاليا. فاليوم اعلانك هو اهم شيء مصداقيتك، كون صادق لتقدر حتى يعني اليوم انا مثلا اشتريت هي القطعه ووصلتني مثلا مثل ما انا بدي اياها، حكيت لكم انه انا شوفوا والله جبتها من هي المحل او من هي الصفحه او تلقيت هي الخدمه من هذا المكان. اليوم انا افضل حدا بيسوق للمنتج بطريقه صح، فانا لازم ابني علاقات كثير جيده قبل اي شيء مع العملاء ومع زبايني، وابني موضوع الثقه، كون دائما انا الزبون دائما على حق، فانا لازم دائما اعالج اي مشكله بتواجهني بطريقه سريعه لاقدر انا ابني معه ولاءه الي، دائما يرجع يكون معي سواء لشركتي او لصفحتي ويحكي عنها بطريقه حلوه، يعني طريقه ما يكون انا غشيته فيها. طيب مثل ما ذكرنا نحن ببدايه حديثنا كثير اشخاص عندهم مشاريع صغيره بس ما بيعرفوا يعني يسوقوا لحالهم منيح، يمكن هذا الشيء بده تطوير مثل اي شيء نحن بندرسه، فالتسويق هو صاير علم. شو المهارات اللي لازم نشتغل عليها او اهم المهارات اللي لازم تكون موجوده عندنا لحتى نكون ناجحين بموضوع التسويق؟ هلا اليوم المهارات هي اول شيء بدنا نطور من حالنا، يعني نحن اليوم في كثير على جوجل يلي ما له دارس تسويق، في اليوم على جوجل او يستشير خبراء تسويق بهذا الموضوع. يعني نحن اهم شيء نكون المحتوى اللي نحن عم نعمله بيستهدف الشريحه المناسبه، سواء من خطط تسويقيه ذكرناها، دراسه المنافسين المحتملين بالسوق، دراسه الميزانيه للاعلانات، نحط اعلانات تسويقيه لمنتجنا او لخدماتنا سمعيه ومرئيه. يعني نحن اليوم ضروري كمان الراديو اليوم نتجه له، انا في كثير شغلات عم يتناسوها، يعني اليوم عم يتجهوا لشيء واحد ويتركوا الشغلات الثانيه المهمه. يعني اليوم السمعيه بتعلق بضل علقانه بذهن المستمع يعني العميل، فاليوم في كثير شغلات نحن لازم نتجه لها بطريقه صح. يعني نحن برجع بركز على موضوع انا عملت محتوى وعملت صفحه مو معناتها انا خلص نجحت بعمليه التسويق تبعي، انا اليوم لازم يعني دائما طور من كل شيء انا عم بعمله واحطه صب بالمكان المناسب هذا الشيء. فيعني اليوم الخطط التسويقيه ودراسه المنافسين ودراسه الشريحه المستهدفه هي اكثر شيء مهم حاليا. وما نستهين باي شيء نحن عم نعمله، يعني كل شيء له شيء بمكانه لازم نحطه. هند انت اليوم مع خلينا نقول الاعلانات الطرقيه المسموعه، شو اكثر شيء من خلال مجالك ومن خلال عملك شفتي اليوم انه هذا المشروع التسويقي عم ينجح بهي النقطه، هي القنوات المسموعه ممكن؟ تمام.
هلا اليوم ما فيني احدد لك انه في شيء وحيد هو ممكن ناجح، بس اليوم اي عمليه تسويقيه صحيحه هي ناجحه بطريقه الصح، يعني كاعلانات طرقيه، كمسموعه على الراديو، كاعلانات اللي هلا عم نشوفها عبر مؤثرين او مشاهير عرب يعني وصول، يعني اللي هلا نحن عم نطرحه حاليا، فهو كله حاليا. هلا حاليا عم نتجه خاصه على السوشيال ميديا بما انه نحن اغلب وقتنا ماسكين الموبايل، فهي الاعلانات عن طريق المؤثرين حاليا او يعني المشاهير. تمام، خلينا نحكي عن هي النقطة عفوا بالضبط. أغلب الشركات يمكن عم تلجأ للمؤثرين لحتى يعني يعملوا يروجوا للإعلانات، بس يمكن ما بتحسي صار في سلبية، وخصوصا نحن عم نحكي بالمجتمع السوري، ما صار في سلبية شوي لهي الطريقة إنه الناس ما بقى كثير تصدق المؤثر كونه هو كثير بيعمل أعداد كبير من الإعلانات والدعايات لعدة شركات، وأنت كلهم نفس العبارات إنه أنا جربته هو أحسن منتج، وأنا مثلا حتى طريقة التسويق كلهم صاروا بيشبهوا بعضهم نوعا ما. إذا بتحسي ما بتحس هاي الطريقة شوي صارت أثرت بشكل سلبي؟ عم تأثر هي بصراحة بشكل كتير سلبي، لأنه أنا اليوم ضد، أنا كهند ضد أنا أضرب بشركات منافسة. يعني أنا اليوم أطلع من هذا المركز أرجع فوت مثلا، بغض النظر عن أي حدا، أنا ما عم وجه حكي لشخص معين، بس أنا مالي مع أنه أنا فوت على مكان سوق له وأرجع أطلع لمكان بيشبهه بعد بيومين أو نفسه، يعني هو منافس أرجع سوق له، فهذا الشيء عملية التسويق مو صحيحة نهائيا. يعني اليوم أنا كثير عم شوف أنه نحن اشترينا هاي القطعة لأنه مثلا تسوق له من هي الشيء، سين من الممثلات او المغنيات كانت لابستها وطلعت فيها ونحن حبينا ستايلها، يعني خاصة موضوع التجميل. اليوم التجميل يعني انا اكثر شيء عم العالم يعني عم شوف كوارث اللي عم ينحكى فيها على الجروبات، انه انا لحقت الفلانه او الفلان وانا انضريت او كذا. طيب نحن لا، قبل اي شيء سواء انا كمؤثر، انا لازم جرب هذا المنتج او هي الخدمه وبعدها انا بعلن عنها، لانه اليوم كمان انا ثقتي بتروح قدام اللي عم يشاهدني، فهي يعني فقدان المصداقيه بين المؤثر كمان والمشاهد له كمان، هي مع الوقت بيكتشفها هذا الشيء، وحتى هي كثير شيء حاليا كلنا عم نعاني صح منه. وتاكيدا حكيك يمكن بنشوف النجوم والفنانين الكبار هم بيروجوا لمنتج واحد فقط، يعني ما بتلاقيهم مثلا مثل المؤثرين العاديين انه كل يوم في اعلان جديد، لا هم بتلاقيهم مثلا براند معين وخلص بيضلوا معه لسنوات يمكن. تمام، هذا بيعطيهم مصداقيه. اغلب المشاهير والفنانين هنا بيتجهوا لموضوع الوجه الاعلاني، فهو يعني كوجه اعلاني ما بقى، يعني ما عاد فيه بقى يكون متعدد، وهو بنظره ما بيقدر يظهر مثل مؤثر. بس انا مالي مع اي شيء ثاني سواء فنان ولا مؤثر انه هو يخسر مصداقيته قدام مشاهده كرمال اعلان سلبي بده يصير او شيء يضر فيه يعني بالنهايه هي الثقه. طيب اليوم بنت برايك ما لازم يكون في حمايه لموضوع التسويق؟ يعني مفروض ما يكون في شروط وقوانين اليوم تحمي الناس بشكل عام، إن كان من التسويق الاعلاني يعني نشوفه على صفحات التواصل الاجتماعي، في هيك خطوة يعني إذا مثلا صار في إسقاط على الأرض وصار في حماية قد ايه حتأثر إيجابي؟ هلا إيجابيا هي رح تحمي بالنهاية أكثر شيء العميل، يعني المشتري للخدمة أو اللي بده يروح يعني يستخدمها للخدمة هي أو يدفع مقابلها سواء للمنتج أو للخدمة، فهي أكثر شيء رح تكون حماية لهذا الشخص اللي هو عم يشوف ويلحق ينشر وراء اللي عم يشوفه. فانا برايي كثير مهمه هي الشيء، يعني يا ريت لو بتصير عنا، لانه كثير عالم اليوم عم تنضر، يعني سواء موضوع حتى مراكز الطب التجميل هي اهم شيء، يعني انا برايي يعني سواء بالمواد سواء بالشغلات اللي عم تصير بوشه او باسنانه او بجسمه للواحد، هي اهم شيء نحن لازم نحط عليها انه يعني التعامل مع المراكز نحن لازم نحط عليه شروط لحتى يعلنوا عنهم المعلنين او المؤثرين او الفنانين أو واي شخص بده يسوق لهذا الشيء. هاي خطوه كثير ايجابيه، مثل تماما حيكون تاثيرها ايجابي على الجميع، حتى على المالك نفسه، المالك للمنتج صحيح. يعني حيساعده انه يكون يبني ثقه بينه وبين صحيح. الاشخاص الاخرى صحيح. يعني طيب خلينا هيك بس اكثر يعني نميز اليوم بموضوع التسويق، لما نكون احنا تسويق للافكار غير التسويق للمنتجات، يمكن كل وحده بدها مهارات معينه وتكتيك مختلف، خلينا هيك نميز بيناتهم بشكل مفصل اكثر.
اليوم تسويق قصدك انت التسويق بين الخدمات والمنتجات او حتى في افكار جديده ممكن الشركه بدها تطرحها بالمجتمع، يعني لتواكب منتج جديد هي طارحته، فهم بنسمع شيء اسمه ترويج للافكار او عفوا تسويق للافكار. هلا اليوم التسويق للمنتجات هو اليوم لما بيكون نحن عندنا منتج بدنا نطرحه على السوق، نحن بنختار دائما مثل اساليب لطرحه لاقناع العملاء فيه، مركز على ميزاته يمكن واحتياجات العملاء اللي هن بيحتاجوها لطرحه لهذا المنتج. يوم الافكار هي يعني بدنا نطرحها لحتى نحن مثل انه نجذب العملاء لحتى يستخدموا افكارنا، طريقتنا، اساليبنا، بجوز بطريقه تسويقيه او افكار ثانيه، فنحن بنروج لافكارنا لحتى يتبعوا نحن طريقتنا او يسمعوا لنا، يعني يفوتوا لان نحن بنكون روجنا لنفسنا. معلومات كثير مهمة اليوم ذكرتي يا هند، وإن شاء الله هيك أي حدا اليوم عم يشوفنا ويسمعنا وخاصة أصحاب الصفحات الموجودة على الفيسبوك والصفحات الأخرى يعتمدوا هذا الحكي وهي المهارات ويروحوا لموضوع بناء الثقة بينهم وبين عملائهم والموجودين على الصفحة. شكرا كثير لوجودك ويومك حلو.